وفي هذا الفيديو غادي نجاوب بزاف ديال الناس اللي كيسولوني على البصله ديالهم. اغلبيه ديال الفلاحه غصفرت لهم البصله ديالهم وما عارفينش هذا المشكل مناش، وان شاء الله نعطيكم حتى الانواع ديال البصل اللي صالحه للزراعه اللي يمكن تاخذوها اللي تشريوها وتزرعوها في البلاد ديالكم. كما غادي تلاحظوا هذه البصله هذه هي في يدي، ان شاء الله كما كتلاحظوا البصله دائما منين تبغيو تشريوها ما تشريوش السلعه تكون غليظه، يعني دائما حتى خصك تشريوها مويان رقيقه. هادو الناس اللي كيبغيو ياخذوا الزريعه بالمتر، بالنسبه للمتر الا كانت الحبه غليظه الحوض غليظ كل على هذا الشكل هذا ما غاديش تخرج لك المترو مزيان، يعني ما غاديش تزرع لك واحد المسافه. اذا دائما خذ حاول تقلب على الزريعه مويان. وبالنسبه للبصله حاول دائما منين تشريها حاول تقلب على البصله تكون حمراء يعني لهذا الشكل هذا، وحاول تكون عندها هاد الشعر هذا، يكون كما كان هاد الشعر هذا في البصله راه مزيان. اذا كانت رقيقه راه ما كتنجحش 100%. بالنسبه للبصله الا كانت كذلك، الا كانت البصله دايره يعني البصله فيها انواع، كاينه العين كرمه وكاينه الحريزيه وكاينه الصيفيه وكاينه الخضاريه، بخصوص اللي خصك تقلب عليها على حساب كل منطقه وكيفاش كتعتمد على الزراعه. بالنسبه حنا في هذه المنطقه هذه كنزرعوا البصله الصيفيه حمراء على هذا الشكل هذا، وكاين المنطقه مثلا ديال قنيطره او بن ملال كيزرعوا البصله حريزيه وكتنجح عندهم. علاش؟ حيت البصله حريزيه ما كتحصرش وكيبيعوها قبطه. حنا في هذه المنطقه هذه هاد البصله ديالنا اللي كنزرعوها في هذه المنطقه كنحصروها وحتى كتجيب ساعات كنخرجوها للمارشي. وان شاء الله غنديكم دابا النقله الصيفيه المازوزيه، هذه راه هاد البصله هذه راه بكريه الطريقه ديالها كيفاش التسقى ديالها والامراض اللي يمكن تحتاط منهم لمره اخرى. وغتمشيو معايا غادي نمشي معايا تشاهدوا الى غايه ما غنوريكم البصله ان شاء الله. كما كتلاحظوا الاخوان كيف ما عاودت لكم بالنسبه للبصله الصيفيه المازوزيه هي هذه كما غادي تلاحظوا غادي تشاهدوا معنا. البصله هذه الاخوان هذه راه مازوزيه، هذه مازال شويه غادي نزرعوها حتى لديك شهر 4، فيه ما بين شهر 4 وشهر 5 عاد غادي يمكن نزرعوا هذه. كما غادي تلاحظوا هذا الفلاح هذا كيسقي هذه البصله بالساقيه وعنده الكوتاكوت وزرعها هو ساقيه. علاش؟ حيت البصله ملي كديرها كحواض كتسقى مزيان وكتشبع مزيان وكتخرج كلها كما كتلاحظوا كلها تبارك الله الحوض اللهم بارك مخدومه مزيان. وبالناس بالنسبه للخصوص الفلاحه هذا العام هذا اللي ما داروش الرماد والبصله ديالهم راه كلها صفارت لهم، والرماد راه اساسي للبصله راه ما كيخليهاش تصفار، ولو دير المبيدات ديال الصخوريه اللي كيستعملوا البصله ما غاديش تحيد منها هذا المرض هذا. حال الرماد راه زوين ومعظم ديال الفلاحه كنصحهم به يديروا هذا الرماد هذا، فهو مفيد للزراعه ديال البصله النقله. تبارك الله هذه النقله هذه راه مزيانه، واي فلاح ينصح يدير بحال هذه النقله هذه. هذا كل ما يخص في هذا الفيديو، ما تنساوناش بالدعم ديالكم في القناه جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.